السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الدرس سوف نتحدث عن نوعين من انواع الاستبلايزر. اشهر انواع الاستبلايزر، النوع الاول وهو الالكترونيك، النوع الثاني وهو الكلاسيك مود او الكلاسيك موديل. الانواع اللي هي الكلاسيك اشهرهم على الاطلاق في الماركت، اشهرهم هو جلايد كام، ده مميز جدا واشهر ماركه بتصنع هذه الاستابلايزر. وهسيب طبعا صورته ممكن تكون موجوده دلوقتي حاليا في اعلى. النوع الثاني هو الالكترونيك، بيحتوي على بطاريه ويحتوي نوع يحتوي على موتورز من الشركات المصنعه لهذا النوع، دي جي اي وزيون. طيب ايه الفرق بين الاثنين ومتى، او عيوب ومميزات كل نوع؟ بالنسبة أولا للسعر، طبعا الإلكترونيك بيكون أغلى من الكلاسيك. الكلاسيك بيعتمد على الأوزان، بينما النوع الإلكترونيك بيعتمد على الموتورز والبطارية. ده تاني شيء بالنسبة أو بيميز الجلايد كام أو الكلاسيك وانز عن الإلكترونيك، وهو البطارية. يعني الجلايد كام ما بيعتمدش على أي بطارية نهائي، بيعتمد على الأوزان، فممكن يفضل طول اليوم بدون أي مشاكل. لكن الالكترونيك محدد بالبطارية، فلو حصل اي ضرب في البطارية او انتهت، فاذا مش هنقدر نستمر في البروجكت. طيب متاح طبعا بطاريات اكسترا بسعر اضافي، كل شركة متاح فيها اكسترا باتري ممكن يتم شرائها في حال لو تم نقص البطارية. طب يميز الجلايد كام ان الشوت بيكون سينماتيك او بيكون سموث، بينما الالكترونيك زي الزيون او الدي جي اي او الفيوتك بيكون في جليتش او بيكون في الشوت بيكون في دروب، ما بين احيانا بيكون في دروب طبعا غير مقصوده، ديت صعب معالجتها. الدروب ديت ما بتكونش موجوده في الجلايد كام او في اي استابلايزر تاني. هترك المودلز لكل استابلايزر في الوصف. دي كانت مراجعه بسيطه عن اشهر استابلايزرز الفيديو. اتمنى يكون هذا مفيد، والى اللقاء في درس قادم.